الحقيقة يمكن في أكتر من واقعة عرضناها في الجمعة في مصر كان في استجابة ورد من وزارة الداخلية، مشكورين دايما بيتابعوا. والحقيقة أرسلت وزارة الداخلية رد لبرنامجنا الجمعة في مصر بعد الفقرة اللي استضاف البرنامج فيها يعني ضيوف كرام للحديث حول فوضى سائقي الميكروباصات في الشارع، وعرض تقرير مصور استنكر خلاله عدد من المواطنين سلوكيات سائقي الميكروباصات. واستقبلنا خلال الفقرة مداخلات هاتفية عبر اللي دخلوا فيها عن تضررهم، يعني عدد من المواطنين طبعا عبروا عن تضررهم من المخالفات المرورية الجسيمة اللي بيتم ارتكابها. وقالت الوزارة في ردها لينا في الجمعة في مصر: تقوم إدارة المرور على مستوى الجمهورية بإعداد حملات مرورية بصفة يومية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير وعدد الركاب لجميع سيارات الأجرة، كما يتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد أسفرت الحملات المرورية على مستوى الجمهورية عقب تلك الفترة عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية واتخاذ اللازم حيلها. طبعا أنا بشكر جدا الحقيقة وزارة الداخلية وإدارة العلاقات والإعلام، لأن هم الحقيقة دايما بيتابعوا، وأكثر من فقرة الحقيقة اتخذوا بعدها إجراءات اتجاه وقائع كمان محددة كانوا المواطنين بيتكلموا فيها عن مشاكل حصلت لهم متعلقة بالمرور. أنا بشكرهم شكرا جزيلا طبعا على التوضيح وعلى الرد والتعقيب.